الآن كنكتشفوا التشكيلة الرسمية ديال منتخب إكسيلو. إكسيلو المساند الرسمي للفرحة. مرحبا بكم في بلان في الكان. أنا سوفيان وصاحبي أيمن باخر في الكوت ديفوار. جبنا التأهل وخات عدنا فرحانين به. المهم الرحلة ديالنا مستمرة. سان بيدرو صغيرة بصح ناسا قلبهم كبير. فرحانين بينا، كيتقاسموا معنا الفرحة لومبيونس وكيبغيو ثقافتنا. صراحة بقاو فينا من اللي خسروا، حاليا مستقبلهم بين يدينا. نربحو حنا يدوزو هما. حنا كمغاربة ديما كنبغيو نشوفو منتخبنا رابح، واخا يكون ماتش ماشي مهم، ولكن هاد الماتش حنا بغينا نربحوه، نهديو لخوتنا الإيفواريين، على الأقل يكونوا سبب فرحة شعب طيب في حال هذا، كيف ما فرحنا إفريقيا كاملة والعرب في كأس العالم من قبل. صراحة أنا كنت متفائل. مشينا نقادو الحالة أنا وأيمن باش ملي سالي الماتش نكون واجدين الاحتفال. عندنا الثقة في بلادنا، الإيفواريين عندهم الثقة فينا، الحب بين الشعوب حاجة زوينة، المشاعر الصادقة كتوصل. حنا المغاربة اجتماعيين، كرامة، اللي زارنا كيعرفنا، ومن اللي كنسافر وكنزرعوا الحب فيما مشينا. كلشي جاي ياخد توني ديالنا فيه درابو د المغرب. سان بيدرو درابو د المغرب ولا شايع. النص باغي المغرب تربح حيت كيبغيها، والنص الاخر حيت غادي يستافد من رباحها. يوم 24 يناير 2024 خلينا سان بيدرو كاملة تقول ديما مغرب. التاريخ كيسجل وما كيمحيش. مبروك علينا الرباح، هنيئا للكوت ديفوار، وديما ديما مغرب. بقاو متبعينا، حنا ديما معاكم ان شاء الله. والان كنكتشفوا التشكيله الرسميه ديال منتخب إكسيلو. إكسيلو المساند الرسمي للفرحه.